سنتحدث اليوم عن أغرب تصرفات الحيوانات التي التقطتها الكاميرات، لكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وفتح الإشعارات. نبدأ الفيديو بهذه اللقطة الرائعة. عاشت جين جودل مع قرود الشمبانزي لفترة، وقدمت جودل أشهر وأطول دراسة عن الشمبانزي بعد أن عاشت مع تلك الحيوانات لعدة سنوات، وما ترونه أمامكم يثبت مدى الثقة بينها وبين الشمبانزي. هذه اللقطة تثبت لكم أنه يجب عليكم ألا تضايقوا فرس النهر. في الحقيقة أن فرس النهر هو حيوان محبوب جداً لدى الإنسان، لكن يجب عليكم الحذر أثناء الاقتراب منه، لأنه حيوان يحب بيئته كثيراً ويكره أي شخص يقترب منها، لهذا يبدأ الهجوم عند الاقتراب منه كما يحدث أمامكم. نعرض لكم الآن حيوان محبوب لطيف. نرى هذا الفيل وهو يقترب من العامل المسؤول عنه، ويريده أن يلعب معه أثناء تلوينه للسور، ويريد منه أن يطلي قدمه بالألوان. أليس هذا مشهد رائع؟ نرى هذا الرجل الذي يتجول وبيده حبل داخل منطقة البقر. اقترب الرجل من أحد صغار البقر وحاولت البقرة الاقتراب منه لحماية ابنها، لكن الحصان لا يسمح لها، من ناحية الحصان الذي يحمي صاحبه، ومن ناحية أخرى البقرة الأم تحاول حماية وليدها. أثناء لعب مجموعة من الأشخاص لكرة القدم وجدوا شيئاً يحتاج إلى المساعدة، فقاموا على الفور باصطياد حيوانات الفقمة بشبكة الأسماك، وقاموا بقطع البلاستيك الملفوف حولها. وهذا المشهد يرينا أن مستوى التلوث بالمياه قد وصل لأعلى مستوياته. يعد التصوير وتقديم البرامج بجوار الحيوانات أصعب عمل، لكن الأصعب هو التصوير بجوار مجموعة من النعام الضخم. إليكم هذه اللقطات التي تثبت هذا. إليكم أحد اللقطات المخيفة. التقطت أحد المجموعة دباً أثناء تجولها بالغابة. اقترب منها الدب ثم بدأ يقترب من أحد السيدات كثيراً، لكن هدوء السيدة والمجموعة التي معها ليس طبيعياً، لدرجة أن أحد الأشخاص قام بتصويرهما من الخلف. حسناً، إذا كنتم مكان تلك السيدات ماذا كنتم ستفعلون؟ نشاهد الآن هذا المقطع الرائع. اقتربت طفلة صغيرة من صغير الغزال وبدأت بملاعبته. كان بينهم مسافة حتى اطمأن الغزال للطفلة وتركها تقترب منه. إليكم تلك اللحظات الجميلة. تعد الكباش أحد أعند الحيوانات بالعالم، وهم يتعصبون كثيراً، فما ترونه أمامكم يثبت صدق كلامنا. إليكم لحظات عند الكباش تجاه الإنسان. نرى أمامنا أحد النسور وهو يتابع فريسته من أعلى ثم ينقض عليها لافتراسها. ثم نرى أمامنا السحلية وهي تحاول الهروب لكنها خسرت، لكن النسر لم يأكلها فهو عبر الطريق فوقها ثم تركها بعد ذلك. يا لها من محظوظة. يعد الضربان أسوأ الحيوانات رائحة بالعالم، فالضربان ينشر رائحته لكي يهرب من أعدائه، ويصل مدى انتشار رائحته 6 أمتار، وتبقى الرائحة ثابتة لفترة قبل أن يستخدم الرائحة كسلاح له. يقوم بالمشي على قدميه وهكذا يخيف عدوه، وإذا لم يبتعد فيستخدم سلاحه الكيميائي وينشر الرائحة. وأغرب ما به أنه يمكنه التصويب بسلاحه والرقص بهذا الوضع بدقة شديدة. انتهى هذا الفيديو الذي يعرض أغرب تصرفات الحيوانات. لا تنسوا مشاركتنا بأفكاركم وآرائكم حول هذا الموضوع بالتعليقات.